لما غيرنا بص على البحر احنا بصينا على محاجر في الصحراء وقلنا ليه لا، ليه ما نحولهاش لمنتجع سياحي اسمه جولف بورتو مارينا، تلاقي فيه الأسرة متعتها لأنه بيتقدم لهم مفهوم البورتو بكل ما فيه من مول وسينما وملاهي ونوادي رياضية وشقق وخدمات فندقية متميزة وممشى بيضم أكبر المطاعم العالمية، وبتوفيق من ربنا ولأن بلدنا بتشجع الاستثمار الساحل الشمالي اتغير ولسه بيتغير. كل ده كان بدايته سؤال واحد، ليه لا؟ جولف بورتو مارينا قصة نجاح وراها عامر جروب.